بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا في محاضرتنا الثالثة من هذا المقرر، وإجازة سعيدة وبالتوفيق للجميع. طبعا محاضرتنا لهذا الأسبوع بعنوان الإبداع. الإبداع مر بعدة مراحل حتى وصل إلى المرحلة الأخيرة، والتي فهم منها مفهوم الإبداع وما هو الإبداع وماذا نتج عن الإبداع. طبعا أي شيء في المرحلة الأولى من ظهوره يشمله مفاهيم مغلوطة، يشمله غموض، عدم تفسير صحيح، أي شيء في الحياة من تعريف، من مفهوم، من تطور، من ناتج جديد. وكذلك الإبداع مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى ارتبط مفهوم الإبداع بالأعمال الخارقة، أي عمل خارق كان يطلق عليه الإبداع، والتي تقترن بالغموض ويصعب تفسيرها حتى من الشخص الذي أتى بهذا العمل. فحين تسأل ما هو هذا العمل، كيف أتى، نتيجة ماذا، يصعب عليه تفسيره حتى من الشخص المبدع الذي قام بالعمل الخارق. المرحلة التي بعدها فسروا أي عمل خارق أو أي نتاج إبداعي جديد، اقترن مفهوم بوجود علاقة بينه وبين الأعصاب أو قوى خارقة. طبعا القوى الخارقة ما يطلق عليها الأرواح أو أشخاص دخيلة كان ينسبون الإبداع إليها، فيقول أن وراء هذا الإبداع أرواح أو قوى خارقة. طبعا المرحلة الثالثة بدأ جالتون في فهم المحدد الوراثي للإبداع. طبعا جالتون قال أن هناك محدد وراثي وعوامل جينية هي السبب في الإبداع، وهذا يختلف من شخص إلى آخر حسب المحدد الوراثي للإبداع. في عام 1950 أطلق على التحول شرارة جيلي فورد في المؤتمر السنوي لرابطة علم النفس، ونتج عن هذا التحول عدة نتائج. كانت من نتائجه قام بتكثيف البحوث العلمية حول الإبداع وأسبابه وكيف ينتج. أيضا نتج من شرارة جيلي فورد وما أطلق عليها شرارة جيلي فورد برامج التدريب الموجهة لتنمية الإبداع. قام بعمل برامج تنمي الإبداع لدى الأشخاص المبدعين، فقد بدأ في الثلاثينات من القرن العشرين. في الخمسينات انتقلت عليه دبلوم إلى الجامعات. تطور الجامعات، نشأ على هيئة بحوث علمية أولا ثم على هيئة برامج تدريب الإبداع. في الخمسينات انتقل عليه دبلوم إلى الجامعات على شكل مشروعات ومناهج ومقررات دراسية. في السبعينات انتشر في المدارس، تحول من الجامعات إلى المدارس على شكل برامج لتعليم مهارات التفكير بصورة مباشرة. طبعا مهارات التفكير حينما تعلم تعليم صحيح ينتج عنها إبداع، ينتج عنها إبداع في الأفكار، إبداع في المهارات، فبدأت تدرس مهارات التفكير وتعليمها بصورة مباشرة. طيب ما هو الإبداع؟ تعريف الإبداع ورد في لسان العرب تعبير بدع الشيء يبدعه بمعنى أنشأه وبدأه، وأبدع الشيء بمعنى اخترعه على غير مثال سابق. أنواع الإبداع: إبداع شخصي يمكن تعليمه لأي كان، أي أن الشخص يمكن أن يتعلم هذا العمل ويصبح مبدع فيه، لا يحتاج لمهارات أو لا يحتاج لقدرة عقلية. قسموا الإبداع إلى شخصي يمكن تعليمه لأي شخص كان، حضاري لا. الإبداع الحضاري يستلزم وجود موهبة أو قدرة عقلية عالية. طيب اتجاهات تعريف الإبداع: تعريفات محورها المناخ الذي يقع فيه الإبداع. التعريفات هذه ركزت على المناخ الذي يقع فيه الإبداع. ما هو المناخ المناسب؟ على ماذا يشمل المناخ المناسب؟ ماذا يحتوي المناخ المناسب؟ ما هو مدى تأثير المناخ الذي ينتج لنا الناتج الإبداعي في الإبداع؟ إذن التعريفات الأولى ركزت على التعريفات التي محورها، ركزت على المناخ الذي يقع فيه الإبداع. ثانيا تعريفات محورها الإنسان المبدع بخصائصه الشخصية والتطورية والمعرفية، وهذا المحور تبناه علماء نفس الشخصية، ركزوا على الشخص المبدع بجميع ما يحويه من خصائص، من مهارات، من تطورات، وهذا تبناه علماء النفس الشخصية. تعريفات محورها العملية الإبداعية
ومراحلها وارتباطها بحل المشكلات وأنماط التفكير ومعالجة المعلومات ويتبناها علماء النفس المعرفيون. ركزوا على العملية الإبداعية. هو العمل الإبداعي، كيف نشأ العمل الإبداعي؟ ما هي المراحل التي مر بها العمل الإبداعي؟ ما هي المشاكل الذي قام العمل الإبداعي بحلها؟ ما هو نمط التفكير الذي استخدم في هذا العمل الإبداعي؟ وهذا تبناه علماء النفس المعرفيون. تعريفات محورها النواتج الإبداعية والحكم عليها على أساس الأصالة والملائمة. هذه التعريفات ركزت على الناتج من العمل الإبداعي، مناخ عمل شخص مبدع، عملية إبداعية، في النهاية نتج عندنا الناتج الإبداعي. هل الناتج الإبداعي يتميز بالأصالة، بالجدة؟ هل هناك في الناتج الإبداعي ما يميزه عن غيره من الأعمال لذلك أطلق عليه عمل إبداعي أم لا؟ هل هذا العمل الإبداعي مناسب للشخص، للعمل الذي من أجله اخترع هذا العمل؟ طبعا هذه التعريفات ركزت على الناتج الإبداعي، وهذه التعريفات هي الأكثر شيوعا لأنها تعكس الجانب المادي أو الملموس للعملية الإبداعية. طبعا نتطرق لتعريف الإبداع تربويا كما عرفه تورانس عام 1963. قال أن الإبداع، التعليم الإبداعي هو عملية تساعد المتعلم أن يصبح أكثر حساسية للمشكلات وجوانب النقص في المعرفة والمعلومات واختلال الانسجام وتحديد مواطن الصعوبة وما شابه ذلك والبحث عن حلول. طبعا الإبداع، كيف ينتج الإبداع؟ الحساسية للمشكلات، لما تشوف أن هناك مشكلة والمشكلة هذه بحاجة لحل والحل غير موجود، وتتجه إلى أنك توجد عمل أو ناتج يحل هذه المشكلة، وهذا الحل غير موجود، أو هذا الناتج الذي تبحث عنه لحل هذه المشكلة غير موجود، إذن يتميز بالأصالة. فنشأت الفكرة الإبداعية أن لديك حساسية للمشكلة، أحسست أن هناك مشكلة وتحتاج لحل، أحسست أن هناك نقص ويحتاج لحل. طبعا هذا هو التعريف تورانس، التعليم الإبداعي عملية تساعد أن يصبح أكثر حساسية للمشكلات. قلنا ما هي الحساسية للمشكلات؟ تدرك أن هناك مشكلة بحاجة إلى حل، وتأتي بحل يتميز بالجدة، يتميز بالأصالة، وجوانب النقص، تدرك أن هناك موضوع يحتاج إلى جوانب نقص، واختلال الانسجام وتحديد مواطن الصعوبة والبحث عن حلول. تصنيفات تعريفات الإبداع. صنف الباحث ريبوسي تعريفات الإبداع إلى 6 مجموعات. تعريف الجشطال تتلخص في القول بأن الإبداع هو إعادة دمج أو ترجمة المعارف بشكل جديد. ماذا يعني هذا التعريف؟ أن هناك معرفة أو ناتج إبداعي ولكنك قمت بترجمته وتبسيطه وأصبح ناتج جديد. تعريفات الناتج النهائي، أن الإبداع هو عملية تثمر ناتجا أو عملا جديدا غير عادي. هذه التعريفات كما قلنا ركزت على النتيجة النهائية للإبداع، والحل أو العمل يكون جديد وغير عادي ومخالف لغيره. تعريفات التعبيرية أو الجمالية تدور فكرتها حول التعبير الذاتي للفرد وخبرته الشخصية. ركزت هذه التعريفات على التعبير الذاتي للفرد وخبرته الشخصية في الإبداع.